يا هلا فيكم في ترند. البطل البحريني عبد الله سالم أول عربي من ذوي العزيمة في رياضة التجديف في قارة آسيا، وصاحب المركز الأول في بطولة كوريا الجنوبية. قبل كم يوم كان ضيف برنامج الراي في تلفزيون البحرين، وتمنى أنه يقدم البرنامج، وفي اليوم الثاني حقق فريق البرنامج حلمه وقدم جزء من الحلقة مع الإعلامي عصام ناصر وبإشراف الإعلامية هيا القاسم. نتابع المقطع. آخر عمل يعني حقيقة أشكرهم أشكر. بس أنت هدت كل المذيعين وجيت علي أنا، يعني ما شاء الله عليك. أنت بتتم المخرج، أنت الأستاذ الكبير، ما أرضى عليك. ما عليك زود، ما عليك زود. مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في برنامج الرأي، معكم عبد الله سالم. بالأمس أنا تمنيت واليوم الحمد لله تحقق حلمي. أبي أوجه رسالة شكر وتقدير، طبعا كلمات الشكر لا تكفي ولا تفي، لهذه الإنسانة اللي لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى أني اليوم أكون المذيع في هذه الحلقة، الأستاذة الإعلامية القديرة هيا القاسم. نشرت الحسابات الأخبارية في الأنستغرام خبر فوز المخترعة البحرينية هلا الخالد يوسف بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي 12 للمخترعين المقام بدولة الكويت من خلال مشروعها المجفرة أو الميفرة، حيث يعتبر أول تصميم بحريني رسمي للشعب المرجانية الاصطناعية. ومن برنامج ترند نبارك لها ونبارك للبحرين على هذا الإنجاز. تفاعل رواد موقع تويتر هاليومين مع المقطع المنتشر للبروفيسور مجدي يعقوب وهو يقلده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، يقلده وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية اللي منحت على مدى أكثر من 50 عام الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة. تكريم مستحق بكل تأكيد. كل ما تشتغل أكثر للمجتمع كل ما تحس واو I'm so happy. كلنا سمعنا وشفنا قصة الطفل الإسرائيلي كوايدن اللي يعاني من التقزم الغضروفي وتعرض للتنمر في المدرسة وصار حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذي بسبب المقطع اللي نشرته لأمه في الفيسبوك وتداولوه الناس بشكل كبير. من بعد هالمقطع وقف معاه العديد من الفنانين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو الحل؟ الحل في البذرة الأساسية أنت تزرعها في طفلك إذا اعتنيت فيها صح واستغليت كل موقف وفرصة علشان تعلمه، بيكبر وهو يعلم ربعه وأصدقائه على عدم التنمر. خلاصة الموضوع، لازم نحاسب على كل كلامنا ونفكر مليون مرة بالكلمة قبل أن نقولها، وقل خيرا. في خبر جميل تداولوه عدد كبير من النشطاء في مجال البيئة واللي أكده مجموعة من علماء الحياة البحرية، ويقولون إن أكبر الحيوانات على وجه الأرض الحوت الأزرق بدأ في العودة إلى الحياة بعد أن كان مهدد بالانقراض بسبب الصيد، حيث تم رصد مجموعة 55 حوت أزرق في العام الماضي وفقاً لمسح أنترتيكا البريطاني اللي يدرس حركات الحيتان. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر، مع السلامة.